معنا من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السيد رامي عبد الرحمن. أهلا بك سيد رامي. ما الذي من الممكن أن نعرفه عن الداعشي المقتول القيادي المقتول في تنظيم داعش؟ نعم صباح الخير. طبعا هذا الرجل الذي قتل أمس بالمسيرة، يعني نحن كنا مجهول لأننا كنا نعلم بأنه هو داعشي وليس من حراس الدين، ولم نقل حراس الدين. الرجل سكن تلك المنطقة قبل 10 أيام، كان يعرف نفسه للأهالي بأنه من دير الزور، مهجر من حركة من جماعة قسد الإرهابية بين مزدوجين طبعا، وأنه يريد يعني يقيم في تلك المنطقة. أمس عندما استهدف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كان يتجول بالقرب من منزله ويتحدث على عبر الجوال بحسب الأهالي من تلك المنطقة، إلى أن باغدته طائرة مسيرة للولايات المتحدة الأمريكية وقتلته في هذه المنطقة. هو قيادي من الصف الأول، طبعا الولايات المتحدة لديها معلومات كاملة عن الموضوع. نعم سيزعزع التنظيم، لأن هناك من يعتقد بأنه هو متوارع عن الأنظار وليس شخصية معروفة، ويمكن أن يتنقل بحرية ما بين مناطق يعني الأراضي السورية ويعيش في أي منطقة كانت، وإذا به يستهدف في هذا المنزل الذي اعتقد بأنه سيعيش فيه بأمان، وأنه مواطن من دير الزور، وأن أحد لن يلاحقه في هذه المنطقة. طيب في سوريا أيضا ومن سمائها على وجه التحديد هناك عمليتي قصف في السويداء وفي دمشق، ما الذي من الممكن أن نعرفه عن تفاصيل هاتين العمليتين؟ نبدأ من أماكن القصف. القصف كان على محيط مطار دمشق الدولي ومزارع السيدة زينب، مستودعات لحزب الله والإيرانيين أو مناطق تواجد حزب الله والإيرانيين، وأيضا حتى معامل الكسوة. هناك يوجد في ضمن هذه المعامل تخزين للسلاح، ولكن هناك حتى اللحظة إلى أن يثبت العكس شهيدين مدنيين، بالإضافة لقصف بطارية للدفاع الجوي في محافظة السويداء. هناك تكثيف غير مسبوق للغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية. دعني نقول بصراحة بأنه خلال أقل من أسبوع 5 ضربات، 4 ضربات جوية، وحتى الضربة التي شهدناها بالتقرير الآن وهي السيارة التي انفجرت في دمشق. النظام قال بأنها لمدني، لماذا لم يخرج هذا المدني علينا عبر إعلان النظام ويقول لنا بأن هذه السيارة له، السيارة هي لشخصية ما قد تكون للجهاد الإسلامي أو لحزب الله اللبناني. شكرا جزيلا لك سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من كوفنتري.